Dewen FM 91.2. اعتقد الحكومه التونسيه لديها معطى هام جدا يمكن توظيفه واستغلاله، اللي هو واقصد بما توفره الحكومه التونسيه سنويا من حمايه عدد كبير جدا من اليهود الذين ياتون من مختلف دول العالم الى الغربه في جربه. الحكومه التونسيه ومن خلال ميزانيه الدوله التونسيه توفر حمايه واسعه لهؤلاء اليهود الذين يأتوا من جميع أنحاء العالم. فبالتالي المفروض من الحكومة التونسية أن تسعى بدورها بشكل غير مباشر، ولربما حتى بطرف ثالث دون السقوط في التواصل المباشر مع العدو الصهيوني أو مع الحكومة الصهيونية، أن توفر نوع من الاتفاقيات الضمنية عن طريق مثلا طرف ثالث، حتى بدورها تكف يد العدوان الصهيوني المخابراتي على تونس مقابل ما تقوم به الحكومة التونسية من ضمان أمن هذا العدد الضخم من الزائرين. ومن حق طبيعي الأمور ما تنجمش تمنحهم هم من الزيارة، ولكن بما أن الكتام فات هم يزوروا تونس، يمكنه إذن بشكل أو آخر أن توجد نوع من الاتفاق الضمني حتى لا تتحول تونس إلى أرض لتصفية المناضلين سواء التوانسة أو الفلسطينيين المناصرين للقضية الفلسطينية.